نشوف انت الفقره. يلا خلينا نشوف عشان نبدا نبدا الفقره. نشوف الابداع الفقره فقرتكم رسم اللي يجمعكم. سم ما سمعتك. سبحان الله ما قلنا الوداع قلنا الى اللقاء فتقابلنا باللقاء. تفضل اخوي. اخوي في مونتاج عندي ولا ما في مونتاج؟ اي في مونتاج لك انت بخصيص لك مونتاج خاص فيك. فريق الدعم يرسل لكم بس انتم ما تنزلون. لا 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 انا توصلت معدان انتم ما فريق الدعم ارسل لنا واخذنا كل المونتاج. دقيقه خلنا اكلم معدان. لا يقولون ان يقولون جاك مونتاج بس فريق دعمك عليه حقوق. حقوق؟ اي عليك حقوق. عليه حقوق فنستمعكم باذن الله. نعرض الان نقرا تغريده الان الاخونا شو اسمه عادل. اسمي اي معليش انا مرتبك شوي. معليش لا لا ترتبك اعتبرني اخوك. احنا ريالتي اليوم ماني مقدم. انتم الحين وشو انتم؟ انتم برنامج اي برنامج وش احنا بحراج؟ انا واحد كلمني قال في مسابقه ودخلت الان بنعرضك لو سمحتوا. عداد عرضوا لنا تغريده العادل. حيوا احمد العوض شباب لان لو ما حيوت احمد العوض بيكمل للنهايه. كان وذهب وتقول يا عادل عادل انت مميز 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 يا عادل. عادل ذقره يا عمي. والله ما حبسك طال عمرك ان شاء الله تجي مو احسن.